شو الصعب انك تضلك تركض وتحب وتعطي من قلبك لكل اللي حواليك وما تأثر عليهم بشي؟ معتصم النهار يوجه رسالة قاسية لطليقته لين برنجكجي بعد انفصالهما. نسي اسمك، ما فعله فاجأ الجميع. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الممثل السوري معتصم النهار خلال قضاء عطلة صيفية في بيروت، وظهر معتصم في الفيديو وهو يرقص على أنغام أغنية إنساي للفنانين محمد رمضان وسعد المجرد، حيث ردد كلمات الأغنية بطريقة عفوية ومميزة، الأمر الذي اعتبره المتابعون أنه يحاول من خلال هذه الأغنية توجيه رسالة لطليقته لين، وخصوصا بعد طلاقهما مؤخرا. هذا وكان وقع الطلاق بين الممثل السوري معتصم وزوجته لين برنجكجي رسميا، وذلك بهدوء تام، وذلك وفق ما أكد مصدر مقرب لأم بي سي تريندينج، حيث حذف الثنائي جميع الصور التي تجمعهما سويا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاحتفاظ بالصور التي بصحبة ابنتهما ساندرا، بالإضافة إلى قيام كل منهما بإلغاء متابعة بعضهما البعض. وكانت لين تحدثت في وقت سابق عن حياتها الزوجية مع معتصم، وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية اللبنانية رابعة زيات ضمن برنامجها شو القصة، إنها تعاني من تسخيف الناس لها ولحياتها كونها زوجة فنان مشهور، لكن لم يؤذها أي من تلك التصرفات والانتقادات، لافتة إلى أنها في البداية كانت تنزعج من لطف الناس معها لأنها فقط زوجة معتصم النهار، وذلك كونها شخصا وعليهم محبتها أو كرهها شخصيا. لكي سيسي لكي، وين مين أضرب؟ مين أضرب؟ هلأ فينا نطلع. وفي سياق مختلف، احتفل الممثل السوري معتصم النهار مؤخرا بوصول عدد متابعيه على حسابه عبر انستغرام إلى 4 ملايين متابع، حيث نشر معتصم مقطع فيديو ظهر فيه من منزله وهو يحتفل مع قالب حلوى على شكل تاج الملوك مع بالونات على شكل الرقم 4 وحرف أم. وقد أرفق معتصم الفيديو بالتعليق التالي: شكرا على المفاجأة الحلوة، 4 مليون محب صادق وحقيقي، ما كنت بتمنى غير هاي المحبة، يا رب ضل عند حسن ظنكن ويلي جاي أحلى وأحلى بوجودكن، بحبكن كتير وشكرا لكل الدعم والمحبة.